اتمنى المنتخب المغربي واتوقع المنتخب المغربي يفوز، بس ما يسجل عليه هدف بكر. الهدف بكر يسوي خلل بالمنظومه، تعرف انت فريق من يدافع بنص ملعبه ويعتمد على الهجمات المرتده، وهو يعرف بانه يلعب ويا فرق عندها سمعه وباع اكثر من المنتخب المغربي. توقعها مغربيه ان شاء الله مغربيه. كابتن حسين شنو توقعك لهذه المباراه؟ يعني اتمنى منتخب المغرب، اذا منتخب المغربي ما عنده اصابات فانا اتوقع المنتخب المغربي مغربي. كابتن حسن شنو توقعك؟ والله انا اعتقد كرواتيا، مع يعني تمنياتي انه الفريق المغربي يفوز، لكن المنتخب المغربي من الفرق اللي تعبت بدنيا، يعني بذلت جهد يعني اكثر من كل المنتخبات، وحتى هذا صرح به مداربهم. يعني صح هو مداربهم يعني ذكي من المدربين الاذكياء، انت لو شوف قبل مباراته ويا المنتخب الفرنسي كانت حرب تصاريح بين المدربين، واحد اوهم الاخ انه باسلوب اللعب اللي راح يعتمده، لكن شفنا اثنينهم غيروا اساليبهم، يعني وخصوصا ابو منتخب المغرب يعني وليد ركاكي، يعني غير اسلوبه وكان يعتمد على الغلق الدفاع المحتشد والهجمات المرتده. بهاي المباراه هو سوى حيازه، لكن ايش دفع بيها؟ دفع ثمن انه صار عنده فراغات وقدر المنتخب الفرنسي يستغل احدى الكرات وسجل من هدف. فاذا هي يعني احنا نتمنى المنتخب المغربي، لكن انا اتوقع الكروات اقرب، يعني اقرب للفوز. كابتن انت دائما تجيبها بالتسعين. أنا مع الكابتن حسن كرواتي بصراحة. يلا بس ترى كرواتي أعمارهم كبيرة، يعني صار عليهم لود. إيه بس إصابات المنتخب المغربي مؤثرة خصوصا بخط الدفاع. يجوز ماكو إصابة؟ لا طلعت كل عضلية، التبديلات الأخيرة اللي بدل الكابتن كرقم 6 سوى له مستشفى. هذا أهم لاعب بخط الدفاع. صح. أنا أتوقع يعني كرواتيا. وقت أصلي؟ بالأصلي. طيب احنا بالنتيجه ما قدم المنتخب المغربي لحد هذه اللحظه ايا كانت النتيجه هو انجاز مو كابتن؟ انجاز كبير يعني للكره، يعني عمره لا فريق افريقي ولا اسيوي. شوف ولا حتى يعني المدرب اللي انا احترمه مدرب المغرب، يعني دعم المدرب المحلي والمدرب العربي، قال احنا ليش يقللون من قيمه المدرب؟ ممكن اي مدرب عربي راح يدرب مو بعيده ونجح المدربه، احنا عكس هنا.